فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة حول الوقوع في حكام هذه البلاد وعلمائها، فهل من نصيحة حيال ذلك؟ وش السبب في الوقوع في حكام هذه البلاد وعلمائها؟ السبب ما هو؟ ماذا لاحظ عليهم هذا الذي يقع فيهم؟ إن كان لاحظ عليهم خطأ فلا يجوز الكلام فيهم في غيبتهم أو في المجالس. كان الواجب عليه أنه ينصحهم، أنه يذهب إليهم وينصحهم، أو يكتب لهم رسائل يوصلها لهم فيما بينه وبينهم. النصيحة ليست بالتشهير ولا بالتعيير ولا بالنميمة والغيبة، إنما النصيحة أن تقابل المنصوح أو تكتب إليه أو توصي من يتصل به وتبلغه بما لاحظته عليه، هذا هو الواجب. وأما الكلام في الناس خصوصا الحكام والعلماء في مجالس الناس وفي غيبتهم، هذا من الغيبة المحرمة، وفيه أيضا فتنة وشر وإثارة للفتنة زيادة على الغيبة، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. الواجب النصيحة لهم، وغيبتهم ونميمتهم هذا من الخيانة لهم. فعلى كل حال هذا أمر لا يجوز، لا في حق العوام ولا في حق العلماء ولا في حق الحكام، هذا أمر لا يجوز. الغيبة والنميمة والتحريش والوقوع في أعراضهم هذا أمر لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إنما نقول إن علماء هذه البلاد معصومون ولا يقع منهم خطأ، ولا إن حكام هذه البلاد معصومون وليس لهم أخطأ، كلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. ولكن علاج الأخطاء ليس بالغيبة والنميمة والتشهير والتعيير وإثارة الفتن، إنما النصيحة إبلاغهم ما يلاحظ عليهم والتفاهم معهم. وإذا لم تستطع فأمسك لسانك لأنك معذور، إذا لم تستطع الوصول إليهم ولا تبليغهم فأمسك لسانك عن الكلام فيهم في مجالس الناس وغيبتهم ونميمتهم، لئلا تقع في محذور أعظم وهو الغيبة والنميمة. نعم.